ماني هنرجع لك مرة تانية وهتكلم عن قبل منتخب مصر، هو منتخب مصر ولقائه مع موزمبيق، وتوقعاتك ايه لمنتخب موزمبيق، وهل هو عنده من الامكانيات اللي تخليه نقول ان هو منتخب قوي او منتخب ممكن يغلس بلغة الكرة على منتخب مصر ولا لا؟ طيب بص، هو منتخب موزمبيق منتخب يعتبر من اضعف المنتخبات في كل في البطولة بشكل عام بقى. يعني موزمبيق وناميبيا مثلا اعتقد ممكن يكونوا من اضعف المنتخبات اللي موجوده يعني. هو منتخب موزمبيق فيه فال حسن جيد جدا لمنتخبنا. صح. طيب هم شاركوا في نسخه 86 معانا في المجموعات. مصر خدت البطوله. شاركوا في نسخه 96 بس مش معانا في المجموعه. فمصر ما خدتش البطوله. شاركوا في 98 معانا في المجموعات. مصر خدت البطوله. شاركوا في 2010 معانا في المجموعات، مصر خدت البطوله. طب ده حلو يعني، فده المره فال حلو. فال حلو ان مصر دلوقتي معانا يعني يمكن تيجي. ماشي، تمام، ده حاجه كويسه جدا. طيب هما المدير الفني بتاعهم شيكيوني كوندي، 58 سنه، مدير فني محلي من 2021. هما المنتخب الوحيد اللي مع تنزانيا، المنتخب الوحيد اللي مع تنزانيا اللي صاعدين للبطوله ماينصين في الاجوان. يعني ايه ماينصين في الاجوان؟ يعني الاجوان اللي في التصفيات مسجلينها اقل من اللي استقبلوها، يعني هم مستقبلين اكتر، ودي من المرات النادره ان تلاقي منتخب يصعد وهو ماينس اصلا في عدد الاجوان. هم وتنزانيا، ده يوريك برضو ان شويه مستواهم بيبقى عامل ازاي. مجموعتهم كانت ايه؟ كانت السنغال ورواندا وبنين. السنغال كسبتهم رايح جاي، وده المنتخب الوحيد اللي في المجموعه اللي السنغال كسبته رايح جاي. يعني السنغال ما عرفتش تكسب رواندا رايح جاي، ما عرفتش تكسب بنين رايح جاي، قامت كسبت موزمبيق رايح جاي. هم عندهم الجناح بتاعهم دومينيجيز، ده عنده 40 سنه، يعتبر اكبر لاعب في البطوله. طبعا تمام، ده اكبر لاعب في البطوله. عندهم لاعب وسط هو الوحيد اللي ممكن يبقى العين عليه، لاعب الوحيد اسمه ألفونسو أمادي، بيلعب في أوستند البلجيكي، وده مثل منتخب ألمانيا تحت 20 سنة. حلو. وبعد كده اتجنس، بس ده بدري، قلنا الراجل بتاع كاب فيردي بقى تاني ده جاي يمتحن، وانت بتمتحن دلوقتي يا حاج. لا الراجل ده جاي بدري، جاي من بدري واتجنس، ان هو عنده 20 سنة وهيمثل منتخب موزمبيق. كل الاسامي اللي موجودة اغلبهم تلعب في فنلندا، تشافيز البرتغالي، ارمينيا، يمكن رينالدو مانديفا ده الجناح الباك رايت بتاعهم، هو وسجل في اول مشاركه ليه، هو جناح الباك رايت باتلتيكو مدريد، ويعتبر من ابرز برضو الاسماء. بقيه الاسماء كلها اسامي يمكن محليه واسامي يعني ما تمثلش خطر على منتخبنا الوطني. وزي ما قلت لك، هو يعتبر الفريق الاضعف في المجموعه، ومنتخب مصر يعتبر يعني مصر وغانا. انت لو هنصنف عشان نكمل عشان نكمل المسارات يبقى مصر وغانا، هيبقى مصر. بص يعني انا من كام يوم كنت شايف الراس الاخضر، بس يعني لما شفت منتخب غانا واستعداداته وشفت المعسكر حسيت ان يعني واخدينها جد شويه، فهبدل. انا كنت متوقع يعني الراس الاخضر من كام يوم، اخلي غانا رقم 2، الراس الاخضر رقم 3، وموزمبيق رقم 4. مصر كده مصر رقم 1 طبعا. طبعا. فكده احنا كده حطينا الترتيب. تعالى كده نشوف بقى مع بعض. ماشي. طبعا المسارات بتاعت المسارات طبعا في توالت مش هنقدر نعرفها دلوقتي، لان لا انت لما يجي يقول لك لو التالت هنا والتالت هنا والتالت هنا يبقى ده هيلعب ده، في حاجات ما تقدرش تتوقعها دلوقتي. طبعا. بس بتقدر تتوقع ماتشات في الاول والتاني اللي احنا نقوم. يعني مثلا نيجيريا غالبا هتلعب الكاميرون، اللي هو اول مجموعه ايه، هيلعب اول مجموعه سي. ماشي. جميل. بوركينا هتلعب توالت فمش هتقدر تعرفها دلوقتي. مصر هتلعب توالت مش هتقدر تعرفها دلوقتي. ماشي. المغرب غالبا هتلعب مالي، اللي هو اول مجموعه اف مع تاني مجموعه اي. صحيح. غانا غالبا هتلعب الكونغو، اللي هو اول مجموعه بي، تاني بي هيلعب تاني اف، اللي هو غانا والكونغو. كوت ديفوار هتلعب توالت فمش هتكون موجوده، مش هنقدر نعرف يعني هتلعب مين. جنوب افريقيا اللي هو اول اي هيلعب غالبا التاني اللي هو الجزائر، لما كنا متوقعين الجزائر. والسنغال هيلعب توالت. غالبا الناس دي تضرب في بعضها طبعا. تمام. وهتلاقي غالبا يعني ده توقعي للثمانيه يعني. هتلاقي نيجيريا وبوركينا، نيجيريا وبوركينا في الثمانية، دول هيلعبوا بعض يعني. نيجيريا وبوركينا، مصر والمغرب. جميل. غانا وكوت ديفوار. وجنوب افريقيا والسنغال، دول الثمانية اللي هيلعبوا بعض في دور الثمانية. هتلاقي بعد كده يعني غالبا نيجيريا وبوركينا، غالبا نيجيريا تطلع، مصر والمغرب ان شاء الله مصر تطلع تصعد، غانا وكوت ديفوار. كوت ديفوار هيبقى يعني ان غانا ده ابعد حاجة ممكن يوصلوا لها في رأيي يعني. دور الثمانية، دور الثمانية ده ابعد حاجة يعني. والله ده رأيي الشخصي يعني. ممكن كمان يعملوا مفاجأة ويخرجوا برضو من بدري قبل كده. وافريقيا على فكرة ميزة ان غانا بتلعب التاني المجموعة اف، اللي هي تعتبر من اسهل المجموعات، اللي هي التاني بعد المغرب يعني. التاني بعد المغرب من اسهل المجموعات. وبعد كده عندك جنوب افريقيا والسنغال، غالبا السنغال. فبنقول دور الاربعة متوقع يكون مصر ونيجيريا وكوت ديفوار والسنغال، ده كده دور الاربعه. والنهائي بقى يعني نشوف على الله بقى، على الله. دي مش هنقدر يعني. طيب. دول اعتقد اكتر فرق أكتر تقدر نبص يعني. حتى عليها نبص عليها في المجموعات هما بيلعبوا يعني.